كتير من الأمراض ممكن تسبب الحمى، لكن لما بتبقى درجات حرارة المريض في حدود 38 أو 39 درجة غالباً ده مش بيكون مدعاة للقلق والخوف من الحمى قوي، خصوصاً أن ده ممكن يكون نتيجة أسباب كتير، منها التهاب الأذن أو مشاكل المعدة، ومنها بتبقى حاجات تانية، لكن ما بنبقاش قلقانين قوي غير لما بترتفع عن كده. صحيح. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الحمى وعن أعراضها وإزاي كمان نتجنبها ونحمي نفسنا منها. كل ده هنعرفه دلوقتي من الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. يا أهلا بك يا فندم حضرتك. طيب، يعني إيه هو التعريف العلمي للحمى؟ طب هو كل الأحوال اللي قالته هي حمى، بس عندي هاي جريد فيفر، يعني حمى مرتفعة جدا، وفي حمى من الدرجة المتوسطة. يعني 38 حمى برضو؟ 38 حمى، ماشي، ارتفاع حرارة. حمى يعني حرارة يعني؟ حرارة، حمى يعني الشخص ده محموم سخن. طب في سخونية متوسطة اللي هي هو دافي، وفي حد حرارته عالية جدا. إيه الحاجات اللي بترفع الحرارة قوي، وإيه الحاجات اللي ممكن تحسسني إن أنا سخن وممكن ما يكونش ميكروب أصلا أو ميكروب ضعيف؟ العدوات البكتيرية عموما زي اللوز، التهابات البكتيرية، بتبقى الحرارة عموما تسمى حمى، حرارته مرتفعة جدا جدا. طب العدوات الفيروسية زي البرد، التهابات أذن الوسطى البسيطة، الشخص ممكن يبقى نشاطه عادي جدا ويقيس حرارته 37.5 38 دافي، لكن حياته عادية، هو حاسس انه جسمه سخن. يبقى العدوات الفيروسية الضعيفة زي البرد، زي ممكن يكون التهاب الأذن الوسطى المتوسط، ده ممكن يؤدي إلى حرارة من الدرجة المتوسطة. طب هل العدوات فقط لا غير اللي تشعر الشخص إن هو سخن؟ لا. طب إيه تاني ممكن يخليني حاسس إحساس إن أنا حرارتي 37.5 38؟ الأسبوع اللي إحنا فيه ده، الإجهاد الحراري اللي إحنا فيه ده، ارتفاع الحرارة، العوامل البيئية قد تحدث إن الشخص لو بيتعرض للشمس كتير والحر شديد يحس إن جسمه سخن ويقيس حرارته يلاقيها زايدة نص درجة، اللي هي حرارة ولكنها من الدرجة المتوسطة أو المنخفضة، اللي هي اللو جريد فيفر. الإجهاد الحراري أحد أشهر أسباب إحساسنا إن جسمنا سخن، وبالذات الأشخاص اللي هم في الشارع على طول شغلهم بره يروحوا، أنا حاسس إن دماغي سخنة أو جسمي سخن، ده بسبب عوامل بيئية زي الحرارة. الناس اللي بتحب تلبس على طول عندها إحساس، في ناس عندها إحساس إن هم سقعانين وبيحبوا يلبسوا حتى لبس شتوي في الصيف، لا ده ممكن يحس ان جسمه بسبب الملابس اللي بيلبسها انه جسمه سخن شويه. بس دول مش موجودين دلوقتي في الصيف اللي احنا فيه، في هذه المرحله من التقلبات الجويه اكيد دول مش موجودين. طب عارفه دول مين؟ في ناس اللي عندهم اضطرابات في الغده الدرقيه، ماشي، تلاقيهم في البرد ساقعه جدا، في الحر هو الغده ونشاطها بتحسسه. يعني لو صنفنا مرضى الغده الدرقيه ممكن يكون احساسه بالحر شديد جدا وتلاقيه جسمه سخن، لو عنده نشاط زائد ومش مثبت الغده عنده نشاط زائد. طب مين تاني اللي ممكن يشعر بالحراره؟ اشخاص القلقين. بعض الدراسات تقول ان الستريس والضغط العصبي والتوتر احيانا ان هو بيفكر كتير، فقلق، القلق الذهني ده بيزود وسائط في جسمه يحسسه ان هو جسمه سخن. حد اتسلم عليه تقول له هو انت ليه جسمك سخن على طول؟ يبقى القلق، عوامل بيئية، الغدة الدرقية، العدوات الفيروسية الضعيفة ممكن تسبب حرارة من الدرجة المتوسطة. كذلك بعض السيدات في فترات هرمونية معينة في خلال الشهر ممكن تشعر ان هي جسمها سخن. يبقى في عوامل هرمونية، عوامل نفسية، عوامل بيئية اللي هي ارتفاعات الحرارة اللي احنا فيها، او العدوات الفيروسية زي البرد والإنفلونزا قد تسبب نوع من ارتفاع الحرارة المتوسط اللي هو زيادة عن درجة حرارته من نص لثلاث اربع درجة اللي هو 38، ده اسمه درجة حرارة متوسطة او لو جريد فيفر. عكس الهاي جريد بقى يبقى ده غالبا بيبقى عدوى بكتيرية، لازم الشخص يتوجه للطبيب مباشرة. حضرتك قلت كذا مرة درجة حرارته ودرجة حرارته، متوسط درجة حرارة الجسم، هل كل الناس درجة حرارتها زي بعض؟ طيب احنا قلنا في ظروف بيئية، يعني لو انت قاعدة في التكييف دلوقتي وجسمك هتلاقي درجة حرارته منخفضة، لكن درجة الحرارة الطبيعية حوالي 37 لحد 37.5، زادت عن كده يبقى الشخص ده حرارته مرتفعة. المرتفعة بقى نوعين، مرتفعة من الدرجة البسيطة ومرتفعة اللي هي الحمى درجة الحرارة العالية جدا اللي توصل 36 و36.5 36 ده حرارة طبيعية جدا، ماشي، يعني احنا لحد 37 ده طبيعي جدا، زدنا عن كده لحد 38 بنسميها درجة متوسطة، فوق ال 38 دي حرارة مرتفعة جدا. هل في حرارة منخفضة؟ يعني هل ممكن حرارة الجسم تنزل عن 36؟ طيب في ناس اللي هم طبعا اللي قاعدين في الجو الساقع في البلاد اللي هي درجه حرارتها منخفضه جدا بتاثر الجلد بيه، والناس بقى تاني احنا قلنا مريض الغده الدرقيه اللي هو المرتفعه بيشعر بالحراره. طب مريض الغده الدرقيه المنخفضه تحس ان هو جسمه بارد او ساقع، لان هو الغده او هرمون الغده الدرقيه بيعمل حاجه اسمها تحول او الحرق، فالحرق ده بيرفع حراره جسم الانسان، على عكس مريض الغده المنخفضه ممكن تبقى منخفضه الهرمون، ممكن تبقى حرارته منخفضه، او الناس اللي بتعيش في اجواء بارده على طول ده بتبقى ممكن حرارتهم منخفضه ولكن لها ليس لها ضرر طبي
زي طبعا ارتفاع الحراره لانه بيأثر على اجهزه الجسم والمخ من ضمنها ان الشخص اللي بيرتفع حرارته عاليه جدا ممكن يخش في مسمى التشنج الحراري، لان الحراره قد تؤثر على اجهزه الانسان من ضمنها المخ ومراكز الحراره، ويشعر الطفل اللي حرارته مرتفعه يقول لك ده تشنج من الحراره. كذلك ضربه الشمس قد تؤدي الى تشنج، على عكس الاجهاد الحراري الشخص لما بيشعر ان جسمه سخن يجب في ساعتها ان هو يشرب سوائل كتير، ميه كتير، خصوصا في موجه الحر اللي جايه دي قد نشعر جميعا اننا اكسبنا في ارتفاع حراره، انا سخن، طب هو انا عندي عدوى ولا دي سخونيه حر ولا لا، لازم ناخد تاريخ مرضي. لو حراره بدون اسباب وفي خلال فتره الصيف والموجه الحاره دي قد تكون بسبب الاجهاد الحراري. طب لو حراره مع التهاب حلق قد تكون عدوى فيروسيه، حراره مع وجع في الاذن قد يكون التهاب في الاذن الوسطى، حراره مع مريض غده، لا شوف غدتك عاليه ولا واطيه، شوف سبب الحراره ايه، حراره فتره هرمونيه للسيدات ممكن تكون خلال هذه الفتره، حراره شخص على طول في ضغط عصبي او توتر او قلق زايد قد يكون من توترك. الاسباب متعدده، يجب ان احنا نقعد مع الشخص اللي بيشعر بحراره على طول، جسمه انا حاسس ان جسمي دافي على طول، قد يكون ده طبيعي، قد يكون عوامل هرمونيه، قد يكون عوامل نفسيه، قد يكون لو في فتره الصيف مع الحر ده قد نشعر جميعا ان احنا جسمنا سخن. طيب دكتور، كتير من الامهات بتلاقي في فترات الصيف بالذات ولادها درجه حرارتهم ارتفعت، مش درجه كبيره بس بتبقى درجه نسبيا عن المعتاد بتاعهم، تشوف بقى زورهم، تشوف ودنهم، تشوف الحاجات الطبيعيه اللي كل الامهات بتدور فيها في الاول ما تلاقيش، بعدين تكتشف بعد شويه انه حد من الولاد عنده مشكله في ضرسه، حد من الولاد عنده اتعور في رجله او في ايده من كتر اللعب جرح بتاع الصيف، والجرح اللي احنا مش واخدين بالنا منه ده رفع الحراره، هل ده فعلا بيبقى كلام؟ اشهر اسباب ارتفاع الحراره الام ما بتشوفهاش لان الطفل ما بيقدرش يعبر عنها، التهاب المزمن اذن الوسطى مثلا او خراج في الضرس ولسه مش ظاهر ورفع الحراره نص درجه والام مش شايفاه لحد اما تلاقي ابنها بقى ضرس وارم، السخونيه اللي كانت بقى لها اسبوع احنا مش عارفين سببها، عدوى محدوده في مكان قد لا تراه الام زي الاذن الام ما تعرفهاش، او احنا في الصيف خلي بالكم اطفالنا بيجي لهم ما يسمى الخراريج كتير جدا بالذات في المناطق الريفيه والحر والناس ما عندهاش تكفيات، بتلاقي الطفل على طول يجي لنا خراج هنا خراج هنا خراج. الخراريج دي هي عدوات ايضا سطحيه للجلد قد ترفع الحراره، ابني سخن وفجر نفتش في جسم الطفل نلاقي فيه خراج معين ده قد يرفع الحراره سواء خراج ضرس او خراج جلد ايضا يرفع الحراره، وبسبب ارتفاع درجات الحراره هي اصلا بتيجي بسبب الحراره الشديده والعرق والتعرق، ان لازم الام تلبس ابنها ملابس قطنيه، لازم تشطفه بميه حنفيه على طول علشان التعرق واللعب في الشمس الشديد والتراب بيدخل الميكروبات لجلد الطفل ممكن يسبب خراريج، يعني اشهر حاجات الصيف في الشغل الخراريج، طفل عينيه في خراج هنا خراج هنا، حبايه دم اللي هي الدمامل في الاريه، الدمامل دي قد شخص يكون عنده دم بسيط حرارته ترتفع نص درجه لان هي عدوى محدوده بس عدوى، يبقى الحراره الام ممكن ما تلاحظهاش وابنها بيلعب عادي وكويس بس سخن شويه، ممكن دمل، ممكن خراج في الضرس، ممكن التهاب في الاذن الوسطى هي مش شايفاه اللي هي العدوى الخفيه، قد ترتفع الحراره نص درجه فوق حراره الطفل الطبيعيه. طيب امتى نروح لدكتور نطمن عادي وامتى نتوجه للحميات؟ طيب احنا في حاجه اسمها برولونجد فيفر اللي هي الحراره المتواصله، لو الحراره متواصله في غير الظروف اللي احنا قلناها متواصله اكتر من اسبوع وطفلي لسه فيه سخونيه وانا مش عارفه ايه سبب السخونيه واستبعدت كل الاسباب هشيك عند الدكتور، هيفحصه هيفحص له اذنه هيفحص له زوره هيفحص له دروسه هيفحص له جسمه بالكامل، لو ما لقاش حاجه هتحتاج فقط للمتابعه. طب لو لقى بنعمل بعض التحاليل. طب معلش التخصص في البدايه يكون بطنه ولا انف واذن؟ الاول حاجه خالص الدكتور الممارس العادي الاطفال او البطنه هو اللي هيعمل اسسمنت ليه، لقى حاجه اذن هيحوله لاذن، لقى حاجه جلد هيحوله جلد. طب ما لقيناش ساعات بتبقى فيه امراض ودي حاجة برضو شائعة، أمراض ضعف المناعة، أمراض ضعف المناعة في الأطفال بعض الأطفال بتبقى مولودة بنقص أجسام مضادة معينة قد تسبب إن هو يجي له عدوات متكررة، حتى العدوات الضعيفة المريض ضعف المناعة مشكلته مش كمان في العدوات الشديدة التبت، هنلاقي عدوات متكررة لحاجات هبلة هو جهازه المناعي مع ضعفه بيلقط الحاجات الضعيفة جدا، فتلاقيه على طول ابني سخن واحنا مش عارفين سبب السخنية، بنشك في الدرن، بنشك في التيفود، بنشك في أمراض كتير جدا، الطبيب بيعمل مجموعة من الفحوصات لاستبعاد أي عدوى بكتيرية، عدوى فيروسية، الدرن، الحاجات اللي بتسبب حرارة مطولة مع الطفل، ما لقاش بنبص على جهازه المناعي، نشوف الأجسام المضادة وصورة الدم وصورة الترسيب وعامل الالتهاب في جسمه لحد ما نكتشف إن هو في بؤرة قد تكون صديدية أو التهاب في جسمه هو اللي مسبب له الحرارة، وده مشهور جدا بنلاقيه في أطفال المولودين بأمراض نقص المناعة والأم بتقول أنا بزور الدكتور كل أسبوع وبتحجز في المستشفى كل شهر بالتهاب رئوي ومش عارفين هو ليه ابني بيعيا على طول وبيتعب على طول،
هنشك في المناعة. أول حاجة طبعا لازم نعمل له فحص مناعي شامل، نتأكد هل مصاب، لأن في أمراض وراثية مناعية. الطفل بيتولد بنقص أجسام مضادة وبيحتاج لأي في أي جي أجسام مضادة مناعية طول عمره، وده ساعات بنكتشفه نلاقي نعمل التحاليل نلاقي نقص حياة في الأجسام المضادة، وده للأسف بيعيش على طول عمره على أجسام مضادة بيتم أخذها عن طريق أحد مشتقات الدم. احنا عارفين برضو يا دكتور كأمهات أنه ممنوع ان نسيب الولاد بحراره مرتفعه، ومعروف ان احنا لازم اول ما تبتدي الحراره لازم نعمل الاسعافات كمدات. الاوليه ندي دوش الاول دوش. فاتر، وبعدين نبتدي نعمل كمادات مش بس على الراس، على اماكن النبض، يعني في حاجات معينه كده حفظناها خلاص وتعلمناها. ايه درجه الحراره المقبوله اللي اقدر استمر بيها وانا قاعده في البيت من غير ما اخد ابني او بنتي واطلع على الطبيب؟ لا، هو ما فيش حاجه اسمها استمر بيها. يعني اسمع، يعني انا لو شعرت ان ابني ارتفاع حراره لازم مبدئيا اديله خافض حراره، وبالذات لو ابني بيعاني من ما يسمى، في اطفال كتير بيجي لهم مع ارتفاعات الحراره 39 تشنجات حراريه، انا ما استناش لابني يوصل ل 39 دي ابدا خالص. بس واحنا بنتكلم، حضرتك كنت بتقول لو الحراره موجوده معانا بقالها فتره. لا، ايام، ما هو فتره انا مش سايبها برضو. انا بديله خفض حراره باراسيتامول لحد يومين ثلاثه، انا مش عارف هو ايه مصدر الحراره، لازم اكشف. طب لو الدكتور طمني وقال لي الولد صحيا سليم وده ممكن يكون من حراره الجو، شطفيه، لبسيه ملابس قطنيه، شرب الميه على فكره باستمرار قال لي ادي انخفاض الحراره. الشخص اللي بيسخن لما بيشرب ميه كتير بيعوض جفاف الجلد وجفاف جسمه. ميه ولا تلج؟ عشان في بعض الناس بتقرقش تلج. لا، ميه، شرب الميه. وبرده بالنسبه للكمادات، بما اننا كنا بنتكلم على الكمادات، بيعملوا كمادات تلج دلوقتي؟ لا، كمادات ميه ساقعه في مناطق الابط زي ما هي قالت. وممكن خلي بالك لو ابني، انا في امهات بتجيلنا جاري عيادات ابنها بيتشنج، لا انت ما تستنيش تجي العياده، انت حميه في ساعتها قبل ما تيجي، لان انت بتساهم بالحمى على جسمه كله ان خلاص مركز الحراره بيستقبل الجزء البروده دي، فبالتالي بتنخفض حرارته اسرع لحد ما تروح للدكتور. تحميه ازاي؟ ما في امهات بتحط ميه ساقعه فتسبب تشنج زياده. لا، ميه تلج تعمل تشنج، تلج، لكن ميه البارده، ميه الدش العاديه دي هتنزل الحراره، هتوصلها لحتى 37.5 الدرجه اللي هو المخ يقدر يستوعب، وان هو يقدر ما يحصلش التشنج الحراري، لحد ما ناخد خافض حراره نروح للدكتور نشوف هو سبب الحمى او سبب ارتفاع الحراره ايه. لكن مش ان هو 38 انا سايبه، انا لازم اديله خافض حراره واشربه سوائل واشوفه هو مصدر الحراره المنخفضه ايه، لان قد تكون مرض حتى لو ضعيف، قد يكون شيء عادي جدا بسبب الاجهاد الحراري، ففيش تهاون فيها سواء كانت منخفضه او مرتفعه. طيب امتى يتحجز في الحميات؟ طيب امتى تحجز في الحميات؟ لو درجه حرارته 39، طفلي بقى له يومين حرارته ما بتنزلش، بديله خافض حراره 39. لا، حميات، احنا ليه حميات؟ حميات دي يعني الامراض المتوطنه اللي بترفع الحراره زي البروسيلا، زي التيفود، زي الالتهاب السحائي، هي دي امراض خطيره يجب العنايه بها، ودي ممكن ترفع الحراره 39. بعض الامراض مش خطيره زي اللوس برضه بترفع 39، لكن انا مش هستنى هو ايه، لازم استبعد هو ليه حرارته 39. كان زمان كورونا والانفلونزا بتيجي 39، دلوقتي كورونا الحمد لله من نعمه ربنا حرارته ما بقتش زي 39، 38، 38.5 بسبب ضعف الفيروس، بقى مصنف في فيروسات التنفسيه الضعيفه الان. ولكن احنا عندنا لا تزال امراض الحميات زي التيفود والبروسيلا والدرن والالتهاب السحائي، هي امراض بترفع الحراره 39، ويجب طبعا التوجه لو عند الاشتباه فيها، بالذات لو في تشنج، ان الحميات بتكون احنا بنعرف هو سبب الحراره المرتفعه ايه. طيب دكتور، ساعات الامهات بتحاول تعمل خطوات استباقيه، بتبقى عارفه ان في حراره مرتفعه داخله علينا، زي مثلا وقت التطعيم، فالامهات تقوم مديه مخفض حراره او حاجه باراسيتامول قبل التطعيم، ده كده بنبوظ التطعيم او بنقلل تاثيره، ولا احنا كده بنيسر على اولادنا، ولا بنيسر على نفسنا؟ لا خالص، بس انت اثرتي اللي دي وقعت مننا، ان من ضمن الحراره الوقتيه المنخفضه التطعيم. ان انا لما اخد تطعيم في الوحده الصحيه انا ببقى متوقع ان قد يحدث ارتفاع حراره. طب الباراسيتامول حاجه امنه جدا، مش بتفعل التطعيم خالص، لان انا مش بدي مضاد حيوي، انا بدي خافض حراره فقط لا غير. ممكن اديه فعلا قبل التطعيم بساعه، واديه بعد التطعيم، بيقلل من ارتفاع الحراره الوقتي اللي هو مصنف برضو ان هو من ضمن اسباب ارتفاعات الحراره الوقتيه، الطفل اللي واخد تطعيم في المدرسه او في الوحده الصحيه. لكن الخطر بقى ان انا اديله مضادات حيويه، ودي بعض الامهات بتعملها مع ارتفاعات الحراره، ما اديله مضاد حيوي عشوائي وخلاص، بدل ما اروح اكشف عند الدكتور ممكن احنا مش عارفين بكتيري ولا فيروسي. طبعا، وخلي بالك ان كمان 90% من العدوات بتبقى فيروسيه، وبعدين هو ممكن يجي له النهارده وبعد اسبوعين يجي له، هفضل كل اسبوعين اديله مضاد؟ لا، انا ببوظ مناعته، بعمل له
ان انا بموت له البكتيريا النافعه اللي في جسمه، بضره، بقلل مناعته. وبعض الناس بتقول لك انا هدي له حقنتين كمان، ودي بتبقى كارثه كارثه. يقول لك اسرع شويه، انزل الصيدليه ادي له حقنه كورتيزون مع حقنه مضاد حيوي عشان حرارته تنزل بسرعه، انا مش هروح اكل. بس اتمنعت الحقن في الصيدليات كارثه. بس لسه في مناطق شبابيه بالحظر، بلاش يا جماعه نلجا للكوكتيل بتاع الحراره، لان اغلب العدوى الفيروسيه ما بتعالجش مضاد حيوي. كذلك انت كمان بتدي له مضاد حيوي بدون عمل اختبار حساسيه، صحيح. قد يؤدي الى صدمه حساسيه. كذلك انت بتدي له كورتيزون وده كارثه، المجموعه كلها كارثيه. انت تدي له خافض حراره، الماده الفعاله بتاعته اللي هي الباراسيتامول الطبي ده امن جدا جدا، اصبر يوم اثنين حراره ابني ما بتنزلش او بترد تاني، هتجه لطبيب هو اللي هيحدد لي مصدر ارتفاع الحراريه. طيب هل من الممكن ان تؤدي الحمى لا قدر الله للوفاه؟ احيانا في بعض الحالات ارتفاعات الحمى، انا سبت سخن 39 ما بتنزلش وما تابعتوش، وامي مش مدركه ان الحراره العاليه دي قد تؤثر على المخ، خش في تشنج، حراره المرتفعه قد تكون مسحبه لميكروب خطير من الحراره او من الميكروب نفسه يؤثر على احد اعضاء الجسم قد تؤدي لوفاه. يعني هناك مصدر الحراره، الحراره بحد ذاتها قد تكون مؤذيه. طب ومصدر الحراره هذه العدوى هي فين؟ ممكن التهاب الصحي في المخ يؤثر على شده المخ، مش الحراره نفسها، الميكروب المسبب الحراره قد يكون مميت. وكذلك الحراره في بعض الحالات لو انا سبتها ما عالجتش قد تؤدي لتشنج حراري، والطفل يجي له اختناق لو ما لحقتوش. فبالتالي ارتفاع الحراره من اشد واخطر الاشياء، قد يكون خلل مناعي، قد يكون عدوى خطيره وانا مش عارف هي ايه، وقد يكون الحراره في حد ذاتها لو انا ما نزلتهاش الطفل لو سبته بيتشنج، ما ده خطر، بيؤثر على مراكز التنفس وممكن يخش مني في اسفكسيا وموت. لا انا بشطفه بسرعه والحقه وبعدين اروح للدكتور، ادي له خفض حراره لو متاح في البيت مع التشطيف والكمادات حرارته تنزل، الطبيب بقى بيحدد هو ده كان لوز ولا ده ميكروب في الدم ولا ده عدوى بكتيريه ولا عدوى فيروسيه، عن طريق فحوصات. وبيمشي على خافض حراره كل 4 ساعات لمنع ان الحراره ترتفع كخطوه استباقيه، مش هستنى لما ترتفع، انا هدي له خافض حراره بانتظام لحد ما الحراره تزول او عرفنا مصدر محتاج مضاد حيوي، محتاج مضاد فيروسي ولا لا، وبيمشي على بروتوكول وبتنتهي الحراره. كتير من الامهات بيبقوا خايفين انهم في حاله انه ما فيش حراره، او زي حضرتك بتقول ان احنا ندي استباقيا كل 4 ساعات او كل 6 ساعات خافض الحراره، الامهات بتبقى خايفه ما اكونش بجهد الكلى، ما اكونش بجهد الكبد، ما يكونش درجه حرارته استقرت وانا بنزلها زياده. يعني الامهات الجديده بتبقى خايفه جدا من الموضوع ده. خافض الحراره البسيطه ما بتعملش الاثار الجانبيه دي اللي هي مش النانوستروديه اللي هي الباراسيتامول، تاثيره على الكبد والكلى محدود جدا جدا، امن جدا، وبنزل الحراره المتوسطه اللي هي 38.5، مش بنلجا للمواد اللي هي نانوسترويد اللي هي بتاثر على الكلى بجرعات عاليه، واحنا مش بنديها الا لما يكون فعلا في حراره، ولقينا ان انا اديت خافض وبعد 6 ساعات ردت، لا يبقى انا مش هستنى. بس في ناس بتستسهل، اول ما تلاقي الطفل بيزن يعني او بيعيط هتقول يبقى اكيد ودنه اكيد بقه، طب احنا هناخد الريسك ليه ندي خافض حراره؟ ده مؤقت الحين اكتشاف هل هناك حاجه، يعني افرض اديته والحراره راحت والموضوع استقرت خلاص، افرض اديته بعد 6 ساعات ردت، هدي تاني لحد ما اشوف طبيب. ماشي، الطبيب بقى بيدي اول 48 ساعه في العدوات الفيروسيه ما بتستمرش اكتر من 48 ساعه كحراره، بيقول لها في اول يومين ادي خافض حراره كل 6 او كل 8 ساعات، واستني بعد يومين شوف الحراره ابتدت تتباعد او تقل او تختفي ولا لا. معظم العدوات خلال 48 ساعه بالذات الفيروسيه بمجرد خافض الحراره التقليديه الامور بتستقر وما بنحتاجش لمضادات حيويه. طيب دكتور، بخصوص اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن، هل برضو نفس التعليمات؟ نفس التعليمات، وخصوصا في الموجه الحاره دي يا جماعه مش هستنى اخش في صدمه حراريه، بس انا اخش في اجهاد حراري، مش هستنى اخش في ضربه شمس، انا هقعد في البيت خلال هذه الموجه، نزولي استبعد وقت الظهيره، البس ملابس قطنيه، اشرب ميه كتير حتى لو انا في المنزل، ما الحراره حتى في المنزل يا جماعه مش فرط بره، احنا في بيوتنا الحراره مرتفعه ومش كل الناس عندها تكييفات، بشغل مروحه بس ما سلطهاش على جسمي، ما عرضش نفسي لصدمتين ان انا اخش من تكييف ساقع لجو سخن او جاي من بره عرقان وحران واقوم داخل فاتح التكييف مره واحده، ما عرضش نفسي لاختلاف درجه حراره حاد، هيجي لي عدوى فيروسيه، هسخن، هتعب، هشرب ميه كتير، هظبط سكري لو انا مريض سكر، لازم اظبط ضغطي لو انا مريض ضغط، اخد ادويتي المزمنه بانتظام، اخد بخاخاتي لو انا مريض حسيت صدر في ظل الرطوبه بيقل الاكسجين وبيشعر شخص في ضيق في التنفس، لو انا حافظت مع تغذيه جيده اكتر من الاغذيه اللي بتحتوي على فيتامين سي زي العصاير والسوائل، ابعد عن المياه الغازيه، سلطات خضراء، بروتينات، ابعد عن الدهون والسكريات، امارس الرياضه، لو انا عملت كده انام بدري، كل ده امور مناعيه بتساعد ان انا ممكن ما اسخنش او ما اتعبش او ما يجيليش عدوى فيروسيه، خصوصا كبار السن، الحوامل، اصحاب الامراض المزمنه، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الحساسيه، لو انا اتبعت التعليمات دي هتعدي الصيف، هتعدي مش هشعر بحراره،
مش هأصيب بأي عدوى فيروسية لو أنا اتبعت التعليمات دي، مش هيحصل أي خلل خلال هذه الفترة. إن شاء الله ربنا يسلم ويكون صيف لطيف خفيف كده علينا كلنا ويعدي من غير أي أمراض. كل الشكر ليك الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. شكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا سلام مشاهدين. شكرا. شكرا.